بحكم ان احنا بقينا رابع عالم، هل ده معناه بالتبعيه ان الوضع على صعيد الهاندبول اتحسن في مصر فيما يتعلق مساله الرعايه، مساله التنسيق مع وزاره الشباب والرياضه؟ احنا بنتكلم على منتخب مشرف، خلاص احنا وصلنا للعالميه بالمعنى الحرفي، مش صيغه مبالغه يعني. هل ده حسن الاوضاع شويه في عالم كره اليد المصريه؟ بص يا حضرتك، ايه هي، احنا بنتكلم على شخص يعني الدكتور حسن مصطفى، احنا عايزين نتكلم على سيستم بقى، يعني سيستم اتحاد. ما يبقاش عشان الشخص ده موجود يبقى الرعاه موجوده والشركات موجوده، لا، يبقى الاتحاد كله يبقى عامل سيستم. فلان موجود ماشي، فلان يعني اللي بعده ده لسه مش موجود لغايه دلوقتي، مرتبط بشخص، مرتبط بشخص خلاص وخلص. الفتره اللي فاتت دي كلها كانت فيها مشاكل، ابتدت شويه تتحسن الفتره لما جه مؤخرا تتحسن بشكل كبير الاتحاد اللي قبله واللجنه اللي موجوده دي ابتدوا يظبطوا شويه، عشان كده ابتدينا نوصل شويه وابتدى مستوانا يعلى. لو فضلنا زودنا كمان العمليه دي شويه، لا، هنبقى في حته ثانيه في كره اليد وفي كل الالعاب، مش في كره اليد بس. هي واحدة واحدة إن شاء الله ده هيحصل، لأن إحنا شفنا تغيير، بس هي دايما لازم القرار بيجي من فوق. يعني لما سيادة الرئيس تحدث عن أهمية الرياضة ودعم الرياضيين والألعاب الفردية شفنا طفرة تانية. فواحدة واحدة أعتقد إحنا ممكن نوصل لده، لأن على أرض الواقع إحنا عندنا أبطال، يعني زي ما تقول عندنا البوتنشال، عندنا الكوادر، بينقصنا بس دعمها بشكل يعني نقدر نقول المتاح أو اللي هم بيرجوه. فإحنا ماشيين في الطريق ده، أنا بتمنى بالظبط يعني دي حقيقة لازم تقام بصراحة. يعني إحنا ماشيين في الطريق فعلا، نزود شويه ونهتم شويه بس، يعني احنا ابتدينا بس نهتم شويه. انا بتفق مع حضرتك. وعلى كل حال بس يعني قبل ما نختم، لان في كلمه لازم تتقال برضو، احنا وانا وكريم اتكلمنا على النقطه دي تحديدا لما ذكرنا ابطالنا في الاولمبياد، لما كان البعض بيتكلم ان هم ما جابولناش ميداليات، هم ما حققوش المارجو. لا معلش، برضو انت بتتكلم في شخص يعني بينافس دول تانية زي ما حضرتك ذكرت، هي ما عندهاش غير الرياضه، يعني هم ممكن يكونوا ما بيدرسوش، هم بيمارسوا رياضه فقط. ففي فرق، في فرق. لكن انت كنموذج مصري، لا، انت عندك الروح والتفاني، وزي ما كريم ذكر المثال اللي هو ممكن ما يكونش عندي امكانيات ماديه، بس انا بسعى، بس انا بحاول، بس انا بخلق الفرصه. فالروح دي المصريه الموجوده بتهيألي بتفرق برضو، ما اعتقدش ان هي موجوده في اي حته تانية. انا يعني ده كلام عن يعني من القلب والله العظيم، انا بقول احنا شفناه. هي طبعا زي ما قلت حضرتك الكلام ده بيفرق، بس يعني عايز الناس بس تفهم ان الناس اللي مسافره دي طالما انا وصلت اولمبياد بالظبط يبقى انا عملت انجاز. بعدين انا عندي فتره 5-6 شهور بتاعت الكورونا، احنا هنا كنا واقفين مش شغالين، هم بره كانوا شغالين. والاولمبياد دي مش انا مش لاعب بطوله افريقيا بحضلها في 2-3 شهر، الاولمبياد دي الناس بتعدلها في 3-4 سنين. معلش، مين اللي كان شغال؟ اي الناس اللي بره كلها، لا كله كان عنده كورونا واقف يعني. بالشكل بس، لكن انا عندي بسين بمرن فيه، بتمرن رفع اثقال، حته بحط في حته بتمرن، ناس بتمونها وناس عامله لهم الامكانيات مع الاجراءات الاحترازيه. فالناس كانت شغاله، احنا لا، احنا كنا واقفين. واللعيبه بتاعتنا مثال، مثلا السباحه اللعيبه بتاعتنا كانت في امريكا، الناس كلها الرئيس مشكورا جاب اللعيبه كلها بتاعت امريكا جابها هنا في مصر، فاللعيبه ما بتتمرنش، مالهم 4-5 شهور ما بيتمرنوش. فما تجيش الناس تضغط على اللعيبه، اللعيبه دي قبل كده كانت عامله ميداليات في الاولمبيات اللي فاتت. ما فيش حد بيوصل كمان للاولمبيات زي ما حضرتك قلت الا لما بيعدي على مراحل كتيره جدا وبطولات كتيره جدا وميداليات كتيره جدا. الناس ازيد من طاقتهم.